بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من حصص قناة الأستاذ رهواني صفيان. كما وعدتكم سابقا بإدراج بعض التمارين أو المواضيع المقترحة لبكالوريا 2020. في هذه الحصة أتيتكم بتمرين رائع وممتاز به أفكار رائعة للأستاذين بوطالب اسماعيل وزرقي بلال. هذا التمرين كان في امتحان للفصل الثاني. بدون إطالة، نص التمرين هو كالتالي. التمرين هذا كان مقسم إلى ثلاث فروع. الفرع الأول يتكلم عن التحولات، الفرع الثاني يتكلم عن المسعر الحراري، والفرع الثالث يتكلم عن تطبيقات المبدأ الأول. أول شيء وش قال لك في التمرين؟ يخضع 0.5 مول من غاز نعتبره مثاليا للتحولات المبينة على المخطط المقابل. أعطاكم مخطط اللي هو الضغط بدلالة ماذا؟ بدلالة الحجم. وأعطانا قيم للضغط وأعطانا قيم للحجم. الحجم باللتر والضغط باش بالأتموسفير. وأعطانا قيم أو تحول من A إلى B ومن B إلى C ومن C إلى A. واضح؟ الآن السؤال الأول، حدد طبيعة التحولات من A إلى B. معناها هذا التحول اللي يكون باللون الأزرق، أو عفوا خلينا نبينه بهذا، هذا التحول. ثم طلب من بعد ذلك التحول من B إلى سي، ثم رح يكون بعد ذلك استنتاج التحول ماذا؟ التحول من سي إلى ماذا؟ إلى A. واضح؟ معناها قراءة المخطط جيدا توضح لك الصورة نتاع هذا التمرين. الفرع هذا أولا قلنا حدد طبيعة التحول من A إلى B و B إلى سي. ثانيا احسب درجة الحرارة T عند النقاط المعرفة ب A و C. هذا السؤال مهم. علاش طرح هذا السؤال؟ لازم السؤال كي يطرح لازم نعرفوا علاش. السؤال طرح باش نعرفوا ماذا؟ باش نعرفوا دور ما او ما هو نوع التحول من C الى A. ثالثا استنتج طبيعة التحول من C. ها انا كنت نتكلم عليه، ها هو طرح الان. استنتج طبيعة التحول من C الى A. رابعا احسب العمل وكمية الحرارة Q والطاقة الداخلية دلتا E لكل تحول. معناها نحسب كمية الحرارة، مثلا هذا نحسب له Q ونحسب له العمل ونحسب له التغير في الطاقة الداخلية، هذا التحول. ثم التحول الثاني كذلك نحسب له Q والعمل والتغير في الطاقة الداخلية، ونفس الشيء للتحول الأخير نحسب له Q والعمل والتغير في الطاقة الداخلية. الآن هذا التمرين تبعوني مليح. كي تعرف هذه التحولات في ثلاث، وتعرف كيفاش تحسب كي لكل تحول، وتعرف تحسب العمل لكل تحول، وتعرف تحسب التغير في الطاقة الداخلية لكل تحول، خلاص من الآن فصاعدا ما يصير لكش حتى مشكل. بالرغم أني شرحتهم في الدرس النظري، بصح الآن في هذا التمرين، هذا التمرين ولو يكون تمرين طويل بصح شامل شامل. واضح؟ أعطالكم معطيات اللي هو ماذا؟ أعطالكم ثابت R، وأعطانا السعة الحرارية عند حجم ثابت يساوي 5 على 2 في R، بحيث R يساوي هذه القيمة. وأعطانا السعة الحرارية عند ضغط ثابت، السعة الحرارية المولية عند ضغط ثابت ناقص السعة الحرارية المولية عند حجم ثابت يساوي لكم R، وهذه ثبتناها اللي هي علاقة ماير. أعطاكم قانون ماير. وأعطانا كذلك قيمة تحول من الضغط إلى ماذا؟ إلى الباسكال. نرمموا هذه القيمة بلا ما نعطوها لكم، تعرفوها ما تستناوش جاي تكون هذه القيمة. كذلك القيمة أو تحول من اللتر إلى المتر مكعب بلا ما نعطوها لكم، تعرفوها وتحتاجوها في التمرين هذا.
نواصل قراءة التمرين. الفرع الثاني المسعر، مسعر حراري سعته الحرارية سي تساوي 209 جول على من؟ على الكلفن. به حجم في واحد، تعودتوا باللي يقولكم حجم بصح يعطيكم أم بالكتلة، بصح الآن أعطيكم بالحجم بالمليتر. معناها وشنو؟ معناها نحولوا الحجم بعد إلى الجرام، أو أعطيكم الكتلة الحجمية نتاع الماء. من الماء درجة حرارته تي واحد تساوي لكم 16 درجة. توضع داخله هذا المسعر قطعة من الرصاص، راح نضيفه داخل أو نديره داخل هذا المسعر قطعة من الرصاص كتلتها 280 غرام، ودرجة حرارتها تي 2 مجهولة، معناها هذه راح يطلب منك تحسابها. بعد ذلك نسجل درجة حرارة التوازن للجملة اللي هي تي فينال تساوي 17.7 درجة. احسب تي 2 اللي هي درجة حرارة قطعة الرصاص عند إدخالها للمسعر. تعطى السعة الحرارية الكتلية للرصاص 0.13 جول على الجرام الكلفن، والكتلة الحجمية للماء والسعة الحرارية للماء. ثالثا لديك معادلة تفاعل الاحتراق التام لغاز البروبان عند 25 درجة. هذه المعادلة وهي غير موازنة، وعطالكم هنا دلتا اي. هاي الفكرة كذلك الممتازة في هذا التمرين، تعودتوا انها تعطى دلتا اش كوم الاحتراق، لكن هنا واش عطالكم؟ دلتا اي. الف وازن معادلة تفاعل الاحتراق، ب احسب انطالبي تفاعل الاحتراق، معناها الان عطالك دلتا اي، وانتم في الدرس درتوا العلاقة بين دلتا اش ودلتا اي، كاين علاقة بيناتهم باش تحسب دلتا اي او تحسب دلتا اش. عطالك دلتا اي، اذا نحسبوا دلتا اش ونستعملوا معادله الاحتراق. ثانيا للتاكد من ان انطالبي التفاعل دلتا اش كومب اللي هذه تحسبوها هنا تستنجوها باستعمال التغير في الطاقه الداخليه العلاقه بينهما يوافق نتيجه السؤال واحد اعتمادا على المعطيات التاليه، معناها باش نحسبوا دلتا اش كومب بطريقه اخرى اللي هي ماذا؟ باستعمال الحالة الوسطية لقانون هيس. السؤال الأخير، احسب انطالبي تشكل البروبان الغازي دلتا اش اف، هذيك من بعد راح نتكلموا فيها. نشرع الآن في حل التمرين. كان يقول لك الشيخ طولتنا في قراءة التمرين، بصح احنا كنا نقراوه ونشرحه لكم في نفس الوقت. قراءة التمرين مهمة جدا جدا. الآن تحديد طبيعة التحولات، السؤال الأول وهو تحديد طبيعة التحولات، نرجع إلى ماذا؟ إلى المخطط الذي لدينا. المخطط اللي عندنا هذا وش فيه؟ المخطط نبدأ نشوفه من A إلى B. A إلى B يعني لو أنت تحول من A إلى B باللون الأزرق ودرت عليه أسهم، رانا نشوفه باللي الضغط 2 عند A، لكن عند B أصبح 5. نشوفوا الحجم عند A راهو 5 لتر، لكن عند B باقي هو، معناها عندنا V ل A يساوي لك V ل B. بما أن V ل A يساوي V ل B، ما طبيعة هذا التحول؟ هذا التحول بما أن الحجم ثابت، فإن التحول ماذا؟ تحول يتم، معناها تحول يتم عند ماذا؟ حجم ثابت. يتم عند حجم ثابت، هذا التحول من A إلى B، تحول يتم عند حجم ثابت. الآن نشوفوا التحول الثاني اللي هو من B إلى C، هاني درته باللون الأحمر، رانا نشوفوا باللي الحجم عند B 5، والحجم عند سي هو ماذا؟ راكم تشوفوا فيه هو 2. هذا الحجم تغير، لكن الضغط عند بي هو 5 اتموسفير وعند سي هو 5 اتموسفير، معناها الضغط ثابت، معناها الضغط عند بي لبي راح يساوي لك بي عند من؟
عند سي، بما أن بي لي بي يساوي بي لي سي، معناها يتم عند تحول أو عند ضغط ثابت، أو هذا التحول يتم عند ماذا؟ عند ضغط ثابت. عند ضغط ثابت هنا عرفنا طبيعة التحولات. ثانيا احسب درجة حرارة تي عند أ، عند هذه النقطة وعند هذه النقطة. الآن كي نحسبه عند تي لي سي ونحسبه عند تي لي أ، نستنتج بعد ذلك طبيعة التحول ماذا؟ التحول من سي إلى أ، هذا التحول اللي بالأخضر، هذا التحول دوك نستنتجه بعد ماذا؟ بعد ما نحسبه تي لي سي وتي لي أ. وش عدنا من البيان عند أ؟ وش عدنا؟ عدنا عند بي لي أ، وش يساوي لك؟ بي لي أ يساوي لك 2 أتموسفير. وعدنا في لي أ شحال يساوي لكم؟ يساوي لكم 5 لتر. الآن حسب قانون الغازات المثالية وش عدنا؟ عدنا بي لي أ في في لي أ، وش يساوي؟ يساوي أن أر تي لي أ. احنا شنو نبحثو؟ رانا نبحثو على تي لي أ، يستلزم لك أنه تي لي أ وش يساوي لنا؟ يساوي لنا نفتحو خط كسر، معناها يساوي لك بي لي أ في في لي أ على أن أر. ملاحظة هنا، لما نعودو نطبقو الآن تطبيق عددي، الضغط ما نخلوهش بالاتموسفير والحجم ما نخلوهش باللتر، معناها نحولوا من اللتر الى المتر مكعب، ونحولوا الضغط من الاتموسفير الى ماذا؟ الى الباسكال. الان تطبيق عددي، وش عندنا تي لي ا وش يساوي؟ نفتحوا خط كسر. وش عندنا؟ عندنا الضغط اللي هو قلنا 2، نحولوه الى الباسكال، نضربوا فاش؟ نضربوا في 1.0325 في 10 قوة 5. في الحجم شحال عندنا الحجم؟ عندنا 5، ونحولوا الى المتر مكعب، معناها نضربوا في 10 قوة ناقص 3، عفوا قوة ناقص 3. نقسموا على عدد المولات، عدد المولات على شحال؟ 0.5، وثابت الغازات اللي هو 8.314. هذه كي نحسبوها كامل راح نلقاو باللي تي لي أ شحال يساوي، احسبوها وحدكم. بالنسبة للحسابات ربما أنا ساعات نخطأ في الحسابات، راني نحسب بالهاتف، ثم عاودوا الحسابات وصحوا ماشي مشكل، المهم العلاقات هي المهمة. راح نلقاو باللي 243.74 كلفن. نديروها فاش؟ نديروها في إطار. ها نلقينا تي لي أ، ها اللي درتها في إطار، واضح؟ هذه تي لي أ. الآن نروح نشوفو بنفس الطريقة واش نحسبو؟ نحسبو عند النقطة سي. واش معناها؟ معناها نحسبو تي لي سي. واش عندنا عند البيان؟ عند ماذا؟ عند النقطة سي عدنا الحجم اللي هو في لي سي يساوي لكم 2 ماذا؟ 2 لتر. وعدنا بي لي سي شحال يساوي؟ اللي هو 5، نسقطها 5 اتموسفير. بنفس الطريقة نحولوا كذلك، بنفس الطريقة نحولوا الحجم من لتر الى نعرفوها، نكتبها لكم الان. 1 لتر يساوي لك 10 قوة ناقص 3 متر مكعب. الان واش عندنا؟ العلاقة نفسها شيء اللي هي ماذا؟ بي لي سي في في لي سي يساوي لكم ان ار تي لي سي، معناها تي لي سي واش يساوي لكم؟ ديروا خط كسر، معناها تساوي لكم ماذا؟ اللي هي بي سي في في سي على من؟ على ان ار. يستلزمكم تطبيق عددي، معناها نفتحوا خط كسر كبير ونعوضوا القيم. بي قلنا اللي هي
خمسة في عشر عفوا في واحد فاصل صفر ألف وثلاثمية وخمسة وعشرين في عشرة قوة خمسة في الحجم اللي هو خمسة فاش عفوا الحجم اللي هو اثنين في عشرة قوة ناقص ثلاثة نقسمه على صفر فاصل خمسة في ثمانية فاصل ثلاثمية واربعة عشر راح نلقاو باللي تي لي سي شحال يساوي لكم؟ تساوي لكم 243.74 كلفن. واش لقينا الان؟ لقينا باللي قيمه سي تي لي سي هي نفسها ماذا؟ هي نفسها تي لي ا. واش يستلزم؟ انها الان تي لي ا تساوي لك تي لي سي، بما ان تي لي سي تساوي لك تي لي ا، اذا ما طبيعه التحول؟ ما طبيعه التحول؟ التحول يتم عند ماذا؟ عند درجة الحرارة الثابتة، معناها تحول ثابت درجة الحرارة. هذا استنتج طبيعة التحول، بما أن تي لي أ يساوي تي لي سي اللي لقيناها تساوي لكم 243.74 كلفن، لقيناها متساوية، إذا طبيعة التحول يتم عند ماذا؟ عند درجة الحرارة الثابتة، معناها درجة الحرارة ثابتة، تحول يتم عند ثابت درجة الحرارة، واضح؟ الآن قلنا طلب منا حساب العمل وكمية الحرارة لكل تحول والطاقة الداخلية كذلك. الآن التحول الأول من A إلى B، راح نشوفوا التحول هذا اللي هو التحول من A إلى B، راح نحسبوا له كل من ماذا؟ نحسبوا له كمية الحرارة Q، ونحسبوا له العمل، ونحسبوا له ماذا؟ دلتا U لكل تحول، هذا التحول وهذا وهذا، معناها عندك تحول رقم واحد واثنين وثلاث، كامل نحسبوا لهم العمل وكمية الحرارة والتغير في الطاقة الداخلية. قلنا التحول الأول يتم ماذا؟ يتم عند حجم ثابت، شوفوا راح نسطر على تحول عند حجم ثابت باللون الأخضر، سطرت عليها، علاش؟ باش لأننا قلنا التحول عند حجم ثابت باش يسهل لك العمل في حساب هذه الأمور. أول شيء طلب حساب العمل، بما أن أو نكتبوا القانون اللي هو دي لي دبليو في، واش يساوي لكم؟ يساوي لنا ناقص بي دي لي في. احنا عندنا في لي ا يساوي في لي بي، معناها حجم ويساوي ثابت، بما ان الحجم ثابت معناها دي لي في واش يساوي لكم؟ يساوي الصفر، يستلزم انه العمل واش يساوي لنا؟ الصفر، معناها العمل في هذا التحول يساوي لنا الصفر، التحول يساوي لنا الصفر. الان السؤال اللي بعده وهو ماذا؟ هو حساب كمية الحرارة، حساب كمية الحرارة، احنا واش عندنا؟ بما انه حجم ثابت، إذا كي نرمزو لها كي لي في، تولي عندكم كي لي في، واش يساوي لنا؟ يساوي لنا عدد المولات، لأنه عطى لك 0.5 مول من الغاز في السعة الحرارية عند حجم ثابت في دلتا تي، واش يساوي لنا هذا؟ يساوي لك عدد المولات في السعة الحرارية في تي النهائية اللي هي تي لي بي ناقص ماذا؟ ناقص تي لي أ، يعني رانا في التحول من أ إلى بي، عنده تي لي أ وعنده بي لي أ وعنده في لي أ، بي عنده تي لي بي وعنده في لي بي وعنده ماذا؟ بي لي بي، واضح. الآن عدنا تي أ وعدنا أن وعدنا سي لي في، سي لي في هاي وراه أعطاها لك في المعطيات، هاني درتها في إطارنا باللون الأزرق. وش بقتنا؟ بقتنا تي لي بي ما عدناش، تي هذه لي بي هذه ما عدناش، لازم واش نضطروا الان نحسبوها، حساب ماذا؟ حساب تي لي بي، حساب تي لي بي تي درجة الحرارة عند بي، انا عاود نكتبها مليح، تي لي بي، تي لي بي، ايوا. الان بتطبيق قانون الغازات المثالية اللي هو في بي لي بي في في لي بي يساوي لكم ان ار تي لي بي، معناها تي لي بي واش يساوي لكم؟ يساوي لنا ماذا؟ في لي بي في بي
في بي في الضغط عند بي نقسمه على ان ار. خلاص تطبيق عددي معناها تي لي بي واش يساوي لكم في اللي هي عند بي وشنو اللي هي عند بي هي 5 فاش في 1.0325 هذا الضغط حاولوا الضغط في 10 قوة 5 في الحجم عند بي اللي هو 5 كذلك في 10 قوة ناقص 3 نقسمه على من؟ نقسمه على عدد المولات فاش في ثابت الغازات اللي هو 8.314 هذه كي نحسبوها تي لي بي وش راح نسيبوها؟ راح نسيبوها باللي هي شحال 609.36 كلفن ها نحسبنا واضح؟ الآن عاودوا نرجعوا القانون تاعنا كيو لي في كيو لي في واش تساوي لكم؟ قلنا ان 0.5 سي لي في قلنا هي ماذا؟ هي 5 على 2 ار في 5 على 2 في ثابت الغازات في تي لي بي اللي هي 609 فاصل ماذا؟ فاصل 36 ناقص ماذا؟ ناقص تي لي ا اللي هي اللي حسبناها مقبل 243.74 معناها كيو لي في كي تحسبوها راح نسيبوها باللي هي 3799.70 جول فاصل 70 جول هاني نديرها في اطار هاني حسبت كيو لي في الان اللي بعده وش طلب منا طلب منا حساب التغير في الطاقة الداخلية حساب التغير في الطاقة الداخلية احنا وش عندنا الطاقة الداخلية وش تساوي لكم الطاقة الداخلية دلتا اي عندنا دلتا اي وش تساوي ما ان عندنا حجم ثابت معناها هي كيو لي في زائد ماذا زائد العمل العمل حسبناه ولا ما حسبناش العمل قلنا يساوي الصفر معناها يستلزم لك دلتا اي وش تساوي لك تساوي لك كي لي في كي لي في واش تساوي لنا القيمه لقيناها هي 3799 فاصل ماذا فاصل 70 جول هذه هي قيمه ماذا هذه هي قيمه التغير في الطاقه الداخليه كذلك هذه هي عباره ماذا الطاقه الداخليه عند حجم ثابت اللي هي دلتا اي عند حجم ثابت هي دلتا اي واش تساوي لك تساوي لك كي لي في والعمل ماذا يساوي الصفر واضح هذا التحول من ا الى بي نشوفوا الان التحول من بي الى سي التحول من بي الى سي خلاص هذه الطاقه الداخليه رانا حسبناها معناها نحذف هذه نحذفوها الآن عندنا التحول من بي إلى سي قلنا التحول من بي إلى سي وشنو هو يتم ماذا يتم عند حج عند ضغط ثابت يتم عند ضغط ثابت هذا راح نسطره عند ضغط ثابت نسطره عليه باللون الأزرق كي يكون معناه عند ضغط ثابت نقدر نحسبه العمل وما نقدرش نحسبه العمل نقدر نحسبه العمل وعدنا العلاقة اللي راح نبرهنها الآن مباشرة الان واش عندنا نعرفوا باللي دي عفوا دي لي دبليو في تساوي ناقص بي دي لي في بما ان الحجم الضغط ثابت حنا اخي باش نديرو نتخلصوا من التكامل هذا من دي تغير لازم ندخلوا التكامل دي لي دبليو في تساوي لك التكامل ناقص بي دي لي في من في فينال الى او من في اللي هي البي الى في لي سي النهائية في لي سي والبدائية في لي بي الآن الضغط راهو ثابت معناها يقدر يخرج من برا وهذه من العمل بما أنه عمل عنصري معناها تولي عندك دبليو في واش توصل لك ناقص بي تكامل دي لي في من في لي سي عفوا من في لي بي إلى في لي سي وشنو الحاجة اشتقيتها بالنسبة للفي هي واحد معناها هي وشكون في معناها واش يساوي لكم هذا يستلزم لك انه العمل واش يساوي لك ناقص بي دلتا في بحيث دلتا في دلتا في واش يساوي لك في لي سي ناقص في ماذا في لي بي
أيوة في لي سي ناقص ماذا؟ ناقص في لي بي. واضح؟ الآن نطبق مباشرة العمل وش يساوي لك؟ ناقص بي اللي هي عند ها كي نحبوا نرجع ونشوفوا المخطط اللي عندنا أو لك الضغط عند بي وعند سي هو ثلاث معناها هو خمسة، هو خمسة معناها ناقص خمسة في 1.0325 في 10 قوة 5. الحجم عند في سي هو عند في لي سي هو 2 وعند في لي بي ارجعوا للمخطط تشوفوا بلا ما نضروا احنا نرجعوا ليه هو 5 ونحولوه الى وين؟ الى المتر المكعب معناها نضربوا في 10 قوة ناقص 3. واضح؟ الان هذه كي تحسبوها العمل راح نصيبوها بشحال؟ معناها العمل وش يساوي؟ راح تلقوه باللي هو ناقص 2 ناقص 5 راح تخرج بالناقص والناقص تروح لك بالزايد معناها تخلصنا من الناقص. شحال تبقى لكم؟ تبقى لكم 1519 فاصل ماذا؟ فاصل 87 جول. 1519 ناقص ماذا؟ فاصل 87. كي يقول لك وراحة الناقص ما تنساوش هاي عندكم إشارة ناقص و2 ناقص 5 تخرجكم ناقص 3 ناقص مع الناقص تروح. واضح؟ الآن حساب ماذا؟ حساب كمية الحرارة كي. وش عدنا احنا؟ عدنا بما أنه عند ضغط ثابت معناها تولي عندكم كي لي بي معناها كي لي بي وش تساوي لكم؟ تساوي لنا أن في سي لي بي في دلتا تي. وهذه وش تساوي لكم؟ ان في سي لي بي في دلتا اللي هي تي اللي هي تي لي سي ناقص تي لي بي. عندنا سي لي بي وش تساوي لكم؟ تساوي لكم سي لي في زائد ماذا؟ زائد ار. هذا من قانون ماير. وتساوي لكم ماذا؟ سي لي في هي عندكم اللي هي تساوي لكم 5 على 2 ار زائد ار. وش تساوي لكم؟ عفوا وش تساوي لكم هذه؟ زائد ار تساوي لكم 7 ار على من؟ كي نوحدوا المقامات نلقاو 7 ار على 2 7 ار على 2. نرجع للقانون تاعنا كي لي بي نعوضوا سي لي بي وش تساوي لكم؟ اللي هي 7 ار عفوا 7 ار على 2 في ان في تي لي سي ناقص تي لي بي. واضح؟ تطبيق عددي، تطبيق عددي معناها تولي عندكم كي لي بي واش تساوي؟ 7 في 8.314 نقسموها على 2 هذه راهي في راهي في نسقموها هنا عندنا ضرب في 0.5 اللي هي عدد المولات تي لي سي اللي هي عندنا 243.74 ناقص ماذا؟ ناقص 609 فاصل ماذا؟ فاصل 36. أيوة هنا كي تحسبوها راح نلقاو باللي ماذا؟ نلقاو باللي كيو لي بي واش تساوي لكم؟ تساوينا الى ناقص باسكو 243.74 نقصوها ل 609 تولي الاشاره بالناقص ناقص ماذا؟ ناقص 5319 فاصل ماذا؟ فاصل 59 جول. ها هي كيو لي بي. واضح؟ انا حسبنا ماذا؟ انا حسبنا كي لي بي، انا حسبنا كي لي بي. الان وش بقى لنا؟ بقى لنا التغير في الطاقة الداخلية، التغير في الطاقة الداخلية. الان راح نحسبوا التغير في الطاقة الداخلية. حنا وش عندنا؟ اللي هي ماذا؟ هي دلتا U، دلتا U عند ماذا؟ عند بي ثابت. احنا عندنا دلتا اي واش تساوي لك كي لي بي زائد ماذا؟ زائد العمل.
حسبنا كيلي بيرو حسبناش حسبناه حسبنا العمل حسبناش حسبناه الان دلتا اي واش تساوي لك لقينا باللي نرجعوا نشوفوا شحال لقيت باللي كيلي بي يعني حسبتها الان اللي هي 5 ناقص 5319.59 زائد ماذا زائد العمل اللي لقيته شحال نرجع نشوفوا عبارة قيمة العمل نتأكدوا منها العمل أيوة لقيناه باللي هو 1519.87 فاصل ماذا فاصل 87 هذا كي نحسبوه راح نلقاو باللي التغير في الطاقة الداخلية هي تكون ناقص 3799.72 جول نعاودو نكتبوها هنا دلتا اي تساويكم ناقص 3799.72 جول هذا هو التغير في الطاقة الداخلية عند ماذا؟ عند ضغط ثابت نواصل الآن الحالة الثالثة وهو حساب ماذا؟ حساب العمل وكمية الحرارة والتغير في الطاقة الداخلية لما يكون الحجم أو عند درجة الحرارة ثابتة عفوا هنا ماشي الضغط ثابت هنا التحول ثابت الحرارة تحول عند درجة الحرارة الثابتة أو عند درجة الحرارة الثابتة أولا حساب العمل بلا ما نبرهن العمل اللي هو كيكون درجة حرارة ثابتة واش يكون نحطه مباشرة بصحتو ما لازم تتعلمو تبرهنوه عندنا العمل واش يساوي اللي هو يساوي لك ناقص ان ار تي فيلي ا ناقص فيلي بي على فيلي سي أو هو فيلي سي هو ان ار تي هو ناقص ان ار تي لوغاريتم في لي ا على في لي سي هذا رانا تعلمنا كيفاش نبرهنوه من قبله او تقلب ما داخل اللوغاريتم وتتخلص منين من ناقص لاشاره ناقص واضح الان نحطهم ونحسبهم مباشره ناقص 0.5 في 8.314 في تي اللي هي ثابته اللي هي 243 فاصل ماذا فاصل 74 لوغاريتم في لي ا اللي هو 5/2 العامل كي تحسبوه راح تلقوه باللي هو ناقص ماذا ناقص 928.41 جول قلت لكم تأكدوا من حساباته انا راني حسبت بصح تأكدوا السؤال اللي بعده حساب ماذا حساب كمية الحرارة كمية الحرارة حنا نعرفوا باللي كي نكونوا في درجة الحرارة الثابتة واش عندنا دلتا اي تساوي صفر دلتا اي تساوي لكم صفر معناها نقدر نسبق هنا حساب الطاقة الداخلية اللي هي دلتا اي ونقولوا تساوي الصفر علاش كي تكون تي ثابتة تي تكون ثابتة تغير في الطاقة الداخلية معدوم بما أن التغير في الطاقة الداخلية معدوم معناها نعرفوا بلي دلتا تساوي لك كي زائد دبليو في وتساوي لكم الصفر معناها هنا كي واش تساوي لكم ناقص دبليو في ويساوي لكم شحال هنا ناقص مع الناقص تساوي لكم كي تساوي لكم زائد 928.41 جول واضح بما ان دلتا اي تساوي صفر اذا كي تساوي ناقص دبليو في الفرع الثاني الان هذا هو الفرع الاول وفرع ممتاز تمرين هذا رائع قلت الفرع الثاني وهو مسعر حراري سعته الحراريه كذا احسب ماذا احسب درجه حراره تاع لقطعه الرصاص احنا واش عندنا مجموع كي تساوي لكم الصفر واش يستلزم لك عندنا كي نتاع المسعر وعدنا كي
تاع ام واحد تاع الكتله تاع الماء، وعندنا كيو تاع ام اثنين، الكل يساوي الصفر. واضح؟ معناها كميه الحراره او الكيو كالوري واش تساوي لكم؟ سيكم سي كالوري فاش في دلتا تي، اللي هي دلتا تي وشكون؟ تي فينال، غادي نكتبوها اللي هي تي فينال او هي تاع توازن، حطها فينال ناقص ماذا؟ ناقص تي واحد. وعندنا كي ام واحد واش يساوي لك؟ يساوي لك السعه الحراريه نتاع الماء في الكتله نتاع الماء فاش في دلتا تي اللي هي تي فينال ناقص تي واحد. وعندنا كي ام اثنين تاع الرصاص واش يساوي لك؟ يساوي لك السعه نتاع الرصاص سي، نديرها بالرمز بي بلومب، في ام اثنين تاع الرصاص في دلتا تي اللي هي تي فينال ناقص تي اثنين. حنا شنو نبحثو؟ نبحثو على تي اثنين، هذه تي اثنين نحسبوها. بصح علما ان ذوك الكتلة تاع الماء واش عطالك؟ عطالك بالحجم، نعرفو باللي رو تساوي لكم ام على في، يستلزم انه ام واش يساوي لك؟ رو في في. اذا ام واش تساوي لك؟ رو واحد، معناها 350 غرام. كي نحطها مباشره؟ لا، لازم تمر بهذه العلاقه. واضح؟ الان واش نحتاجو؟ نحتاجو الى تي 2، معناها نديرو عمليه النشر في الحاله هذه. حنا واش راح نديرو؟ معناها نديرو، قلنا مجموع كي تساوي لكم الصفر يستلزم لك، معناها عندكم سي كالوري يشتركوا الكميه الحراره تاع المسعر وكميه الحراره تاع ام واحد يشتركوا في دلتا تي، معناها زائد ام واحد في السعه الحراريه تاع الماء في دلتا تي اللي هي تي فينال ناقص تي واحد. كي ام اثنين ننشروها، تولي عندك سي نتاع الرصاص في الكتله للرصاص اللي هي كي ام اثنين في تي فينال ناقص ماذا؟ ناقص، نحذفوا هذه، ناقص ماذا؟ ناقص السعة الحرارية تاع الرصاص في الكتلة تاع الرصاص 2 في تي 2 تساوي لكم الصفر. حنا شنو رانا نبحثو؟ نبحثو على هذه تي 2، معناها نوقلو للطرف الثاني ونقسموهم على من؟ نقسموهم على السعة الحرارية نتاع من؟ والكتلة نتاع الرصاص. معناها واش نروحو نفتحو؟ نفتحو الصفحة، معناها تولي عندكم تي 2، تي 2 واش تساوي لكم؟ حنا قلنا نقلو هذو كامل للطرف الثاني، تولي عندك ماذا؟ تولي عندك سي، نفتح كسر، تولي عندك السعة ناقص السعة الحرارية تاع المسعر زائد ام واحد في السعة الحرارية تاع الماء في دلتا تي اللي هي تي فينال ناقص ماذا؟ ناقص تي واحد، ناقص السعة الحرارية تاع الرصاص في الكتلة تاع الرصاص فاش؟ في التي فينال. نقسموها على من؟ نقسموها على السعة الحرارية تاع الرصاص في الكتلة تاع الرصاص. تطبيق عددي، تولي عندك ماذا؟ وراهي كانت عندك بالناقص، معناها تولي كلشي بالزائد، لان تي 2 كانت بالناقص، كي نقلوا الناقص ها كي نرجعوا هنا راهي كانت هنا عندنا بالناقص، كي نقلوا هذه في الطرف الثاني تولي بالناقص، كي نزيدوا نقلوا الناقص تولي بالزائد، معناها تولي تخلصوا من الناقص، تولي عندك زائد هنا. هاي وهنا كذلك زائد. نعوضوا هنا القيم 209 زائد 350 في 4.185 في دلتا تي اللي هي 290.7 ناقص ماذا؟ ناقص 289 زائد السعة الحرارية تاع الرصاص اللي هي 0.13 في 280 الكتلة تاع الرصاص في تي فينال اللي هي 290، عفوا 290 ولا 209 نتأكدوا منها. حنا في التمرين واش عندنا؟ عندك 17.7 كي نزيدوا لها الاخر صافي 200
وتسعين ماشي 209 290 290 هنايا في 290 فاصل 7 الحساب هذا تأكدوا لي منه لأني مانيش متأكدة في 0.13 تأكدوا لي من تي اثنين أنا ما لأنني ربما أخطأت في الحساب تاعي تأكدوا لي منها هكذا أنا لقيتها باللي هي شحال 386.86 كلفن اللي هي تساوي لكم شحال 98.87 درجة تأكدوا لي نقطة هنا تأكدوا لي من الحساب تاعش هذا الحساب تاع تي اثنين تأكدوا لي منها مانيش متأكد 100% نواصل الآن حل التمرين الفرع الثالث طلب منا موازنة معادلة تفاعل ماذا؟ تفاعل احتراق الكربون مضروب في 3 نسرعوا شوية لأننا رانا طولنا في التمرين هذا الكربون راه مضروب في معناها نكتب هنا يعني نعاود نكتبها C3H6 حالة غازية زائد O2 حالة غازية يعطيك CO2 زائد ماذا؟ زائد الماء نبدأ نوازنه الفحم مضروب في 3 نضربه في 3 الهيدروجين مضروب هنا في 6 وهنا مضروب في 2 معناه نضربه في 3 3 في 2 6 الأكسجين عندنا هنايا 3 في 2 6 وهنا عندك 3 معناها 9 معناها 9 على 2 هكذا هنا وزن المعادلة تاعنا الآن حساب أنطالبي ماذا تفاعل احتراق حساب أنطالبي تفاعل الاحتراق دلتا اش كوم حنا واش عندنا واش عندنا عطالك هنا دلتا اي ما عطاكش دلتا اش معناها نحسبوا دلتا اش حنا واش عندنا عندنا دلتا اش كوم واش يساوي له دلتا اي زائد دلتا ان الحاله غازيه ار تي واضح الان لازم نحسبوا دلتا ان حاله غازيه هي مجموع ماذا ان اي نواتج ناقص مجموع ان اي متفاعلات خلاص الحاله غازيه فقط معناها هنا غاز الماء واش راهو الماء راهو ليكيد ما نحسبولوش معناها دلتا ان حاله غازيه واش يساوي يساوي لكم ندو هذه 3 وندو هذه 9 على 2 وندو هذه 1 معناها 3 ناقص بين قوسين 1 زائد 9 على 2 وحدوا المقامات وجمعوا راح تلقوها باللي هي ناقص 2.5 مول هاني حسبت عدد تغير في عدد المولات نعاود بالنسبه لتغير عدد المولات الحاله الغازيه ما ندوش كي يكون هنا كيما هنا الماء راهو سائل ما ندوش لي 3 هاني ما استعملتهاش اما سي او 2 هاو 3 الاو 2 9 على 2 هاني استعملتها وهذه عندها 1 هاي ليك 1 استعملتها 1 مول واضح الان نروح نعوضوا دلتا اش كومب احتراق دلتا اعطاها لك ولا ما اعطاها لكش اللي هي ناقص 2050.7 زائد دلتا ان اللي هي بين قوسين ناقص 2.5 في ار اللي هي 8.314 بصح 8.314 راهي باش راهي بالجول نحولوها الى الكيلو جول نضربوها في 10 قوه ناقص 3 ونضربوا في درجه الحراره هي 298 اللي هي عند 25 درجه هذه كي نحسبوها دلتا اش كومب شحال راح نلقاوها؟ راح نلقاوها باللي هي ناقص 2056 نلقاو متقاربين فاصل 9 كيلو جول على المول ها نحسبنا دلتا اش كوب واضح؟ الآن باش نتأكدوا من هذا الحساب دلتا اش كوب راها هذه نفسها القيمة راح نستعملوا معادلات وسطية راح نستعمل المعادلات الوسطية باستعمال هذه المعادلات الآن باستعمال هذه المعادلات نوجد معادلة تفاعل احتراق هذه وش نديرو باش نوصلوا لهذه المعادلة وش نديرو لهذه المعادلات الثلاث باش نوصلوا للمعادلة تبعوا معي نشوفوا الآن حاجة بحاجة راه عندي هنا سي 3 اش 6 سي 3 اش 6 وراهي راهي في المعادلة الأخيرة هاي وراهي بصح انا راه عندي في المتفاعلات وهذه عندي في النواتج بصح هذه عندها واحد مول هذه عندها واحد مول معناها نضرب المعادله الاخيره نضربها في ناقص واحد ايوا كذلك راني نشوف باللي
عندك الهيدرو الماء عندك H2O، هنا عندك واحد مول، بصح هنا عندي الماء عندي ثلاثة، معناها المعادلة الأولى كامل حتى دلتا آشا نضربوها فاش؟ نضربوها في ثلاثة. رانا نشوفوا كذلك CO2 هنايا راها مضروبة في ثلاثة، وعندي المعادلة الثانية CO2 راهي مضروبة في واحد، معناها المعادلة دي كامل نضربوها في ثلاثة. واضح؟ معناها الأولى ضربتها في ثلاثة، الثانية ضربتها في ثلاثة، وضربتها والثالثة ضربتها في ناقص واحد. الآن بالجمع طرفاً، عفواً، طرفاً لطرف. ثم أجمعوا طرفاً لطرف، وشنو هيك؟ كي نضربوا في ثلاثة معناها ثلاثة، نضربوا ثلاثة نتوزع، تتوزع معناها ثلاثة هنا، ثلاثة آش اثنين، ثلاثة على اثنين، ثلاثة آش اثنين أو، والقيمة هذه نضربوها كذلك في ثلاثة. نجو هنا ثاني ثلاثة كربون، ثلاثة أو اثنين، ثلاثة سي أو اثنين، والقيمة 393 نضربوها في ثلاثة، وهذه نضربوها في ناقص حتى القيمة هذه تولي لكم في الناقص، ونقلبوا المعادلة ونجمعوا طرف لطرف. كي نجمعوا راح نلقاو هذه. الآن أنا واش درت؟ دلتا آش كومب باش وصلت ليها. واش درت؟ المعادلة الأولى اللي هي دلتا آش واحد ضربتها في ثلاثة، معناها ثلاثة دلتا آش واحد زائد ثلاثة دلتا آش اثنين، معناها جمعت ثلاثة، عفوا نسيت ثلاثة دلتا آش اثنين، الثالثة ضربتها في ناقص، معناها ناقص دلتا آش ثلاثة. ومن بعد نعوض تطبيق عددي، دلتا آش كومب وش يساوي؟ ثلاثة في ناقص 285 زائد ثلاثة في ناقص 393 ناقص الأخيرة اللي هي 19. هكذا الآن كي تحسبوا راح نلقاو القيمة اللي هي شحال؟ دلتا آش كومب وش تساوي لكم؟ ناقص 2054.5 كيلو جول على المول. وش معناه القيمة اللي مقبل شحال لقيناها؟ هنكتبها على جهة ونكتبها بلون مغاير، نكتبها بالأخضر. لي مقبل دلتا آش كومب لقيناها باللي ناقص 2556.9 كيلو جول على المول، وهذه لقيناها شحال؟ و54 و56، معناها متقاربتان، القيمتان متقاربتان. واضح؟ كاين اللي يسأل يقول لك كيفاش راه حصل وصل لهذه المعادلة ثلاثة؟ واش دير باش جمعها باش طرح؟ الآن قلنا المعادلة الأخيرة نقلبوها، هذه نضربوها في ناقص واحد معناها نقلبوها، ضربناها في ثلاثة وزع ثلاثة والثاني ضرب وزع في ثلاثة وجمع طرف في طرف، كاين يروحوا مع بعضها. واضح؟ نتخلصوا منهم باش نحصلوا على المعادلة الأخيرة. الآن آخر سؤال وهو احسب أن طالب تشكل بروبان الغازي سي 3 اش 6. كنا نرجعوا بالمعادلة اللي عندنا ثلاثة، البروبان الغازي مع هذه المعادلة الأولى ما فيهاش، المعادلة الثانية ما فيهاش، المعادلة الثالثة فيها سي 3 اش 6. كذلك كاين اللي يقول لك نستعملوا معادلة الاحتراق اللي عطاها لك تاع البروبان الغازي، بصح راه ما عطالكش انطالبي تشكل تاع الماء وما عطالكش انطالبي تشكل تاع من؟ نتاع سي او 2. انا نقدر نخدمها، انا نقدر نكتشفها منين هذه انطالبي تشكل؟ راكم تلاحظوا المعادلة الأولى هذه دوك نعاود نديها مليح، تبعوا معايا هذو المعادلة تاني جبتو معايا عندي هنا. أيوا شوفوا معايا، شوفوا المعادلة رقم واحد، هذه رقم واحد، رقم واحد اثنين ثلاثة. أنا نقدر نحسب أنطالبي تشكل بروبان غازي مباشرة من تفاعل رقم ثلاثة منا، نقدر نحسبه بلا ما نضيع الوقت، بصح نقدر نحسبه كذلك بطريقة أخرى باستعمال قانون هيس ونستعمل المعادلة الأولى والثانية. كيفاش نستعمل؟ راكم تلاحظوا باللي القيمة هذه ناقص 285، وبما أن عندك هنايا هذه قيمة أنطالبي تشكل واحد مول تاع الماء، معناها هذه دلتا آش واحد، دلتا آش واحد هي دلتا آش تشكل آش اثنين أو ليكيد، ودلتا آش اثنين شوفوا الكربون زائد الأكسجين زائد الأو دو تشكل لك سي او 2 واحد مول، واحد مول من سي او 2، معناها دلتا اش 2 هذه دلتا اش 2 واش تساوي لك؟ هي القيمة نتاع دلتا اش تشكل نتاع من؟ نتاع سي او 2 اللي هي تساوي لك ناقص 393، وهذه هي تساوي لك ناقص
285. معناها انا واش نقدر نحب نجي نقول لكم باللي كاين اللي يجي يقول لكم حسب نستعمل دلتا اش تفاعل اللي هو الاحتراق كومب الاحتراق الاولاني واش تساوي له؟ يساوي لك مجموع دلتا اش تشكل نواتج ناقص مجموع دلتا اش تشكل تعمل تاع المتفاعلات. ونطبق قانون هيس على معادله الاحتراق على هذه المعادله. نعاود نرجع نجيبها المعادله، هذه المعادله نجيبها عندي كي يرى ما فهمنيش راني نتكلم الان. هذه المعادله نجي نطبق عليها الان. هنا شوفوا الاش 2 او انطالبي تشكل الاش 2 او عندي هاي كيلو جول على المول، هذه كيلو جول على المول. انطالبي تشكل تاع الماء عندي، انطالبي تشكل هذه ما عنديش نحسبها، بصح انطالبي الاحتراق تاعها كاينه نطبقها ونحسبها. بصح كاينه طريقه اسهل، هذه طريقه رقم واحد. الطريقه الثانيه واش روح؟ روح للمعادله الاخيره رقم ثلاثه. واش ندير؟ ندير تطبيق هيس كذلك. واش روح ندير؟ ندير انطالبي تشكل نواتج ناقص المتفاعلات. نتاع الاش 2 تروح بصفر ونتاع الكربون تروح بصفر، معناها دلتا اش 3 واش تساوي لك؟ يساوي لك دلتا اش نواتج ناقص متفاعلات. واش تساوي لك؟ تساوي لك دلتا اش تشكل نتاع من؟ نتاع سي 3 اش 6 حالة غازي. واش تساوي لك؟ تساوي لك 19 كيلو جول على المول. تلقاها مباشرة هذه. كاين اللي ما فهمش هذه النقطة، نعاود النقطة الأخيرة. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية حسب قانون هيس واش عندنا؟ عندنا دلتا اش تفاعل الثالث. واش يساوي؟ دلتا اش تعمل تشكل تاع سي 3 اش شكون 6 حاله غازيه ناقص هذا ما عدا النواتج. شوف المتفاعلات عندك دلتا اش تشكل تاع الماء تاع الاش 2 وتاع الكربون، هذا يروح بصفر وهذا يروح باش كذلك يروح بصفر. واش يبقى لك؟ ما عندك والو، المتفاعلات كامل بصفر، معناها مباشره تساوي لك 19 كيلو جول على المول. اما الحالة الأخرى، الطريقة الأولى خلاص قلنا عندك عدنا هذه عدنا انطالبي تشكل تاع الماء تاع سي او 2 اللي هي هاي وراهي من المعادلة الثانية، وعدنا تاع الماء اللي هي من المعادلة الأولى اللي هي هذه، وتاع او 2 ديما تروح بصفر، تبقى لك هذه. وهذه قيمة انطالبي تشكل تاع انطالبي التفاعل اللي هي دلتا اش كومب خدمناها، معناها نديروا النواتج ناقص المتفاعلات ونحسبوا ونخرجوا نلقاوها ثاني كذلك 19. هاي نكتبها لكم بسرعة. تابعوا معي. نفتح صفحة نكتبها لكم باش ومن بعد ما طبقوا مباشرة. هذا ما كان أنا ما نحسبهاش. تابعوا معي. حسب هيس واش عندنا؟ عندنا دلتا اش، هذه عندها دلتا اش شكون؟ كومب، معناها دلتا اش كومب. وش يساوي لك؟ بلا ما دير نواتج ناقص متفاعلات، 3 دلتا اش تشكل تاع سي او 2 زائد 3 دلتا اش تشكل تاع الاش 2 او ليكيد ناقص دلتا اش تشكل تاع سي 3 اش من اش 6. اما بالنسبه للاكسجين يروح بصفر هذه. الان واش نحوسوا؟ رانا نحوسوا على هذه، ونقول هذه في الطرف وقلب هذه في الطرف الثاني، تولي عندك شنو؟ دلتا اش تشكل تاع سي 3 اش 6 حالة غازية. واش تساوي له؟ 3 في سي او 2 عندك اللي هي ناقص 393 زائد 3 في ناقص 285، وهذيك دلتا اش كومب شحال لقيناها؟ دلتا اش كومب، دلتا اش كومب ناقص 2000 ناقص 2054 هايلك ناقص ناقص من عن ناقص تويلك شكون؟ تويلك معناها ناقص 2054 فاصل ماذا؟ فاصل 5. اي حسبوا هذه تلقاوها شحال؟ بالتقريب 19 كيلو جول على المول. هذه طريقة دلتا اش تشكل سي 3 اش 6. والطريقه الاخرى حنا تكلمناها نحسبوها منين؟ نحسبوها من المعادله الثالثه هذه. هذه راح نديرها في اطار بالاحمر، هذه نستعملوا هذه المعادله الثالثه.
واضح. هذا مكان، هذا هو التمرين اللي كان عندنا، هنا حليناه معكم، وتمرين رائع، عاودوه طولت فيه بصح تمرين رائع. هكذا، شكرا لكم على حسن الانتباه والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.